تحترمون أهلها. أحد وزراء هذه الحكومة في لقاء خاص عندما التقينا به وأول ما قمنا بذكر تفاصيل عن عملنا وعن الانتهاكات التي تحدث وضرورة أن نقوم بالعمل معا، يعني تصور ماذا قال وماذا جاوب الوفد المفوضية. سأل أنتم تأخذون أموالكم من الوزارة من الحكومة أو من الدولة، كيف تحاسبون أو تنتقدون الحكومة؟ يعني يتصور وزير على مستوى وزير في هذه الدولة لا يعرف مهام المفوضية ولا يعرف مهام مؤسسات حقوق الإنسان ولا يعرف دور المؤسسات الرقابية ومدى تأثيرها في الواقع في تقويم العمل في الوصول إلى الشفافية المطلوبة. لذلك المشكلة عقيمة، يعني الديمقراطية تحتاج ثقافة وسلوك، يعني هذه الثقافة. هذا على مستوى وزير. نعم يعني يقول لك ليش تحصل على الدولة وانتم تاخذون راتبكم من الدولة؟ نعم يعني ليش هذا المعالي انا ارد اقول له، ليش اقول له فلوس الدولة هي منيا؟ ليش الرئيس بايع عجول امه ويصرف على الدولة؟ لو فلوس الدولة مال الشعب، بس لانه راعي وصار وزير. هذا اللي دا يصير بالعراق. التفاتة مهمة، هو يتصور أن المال ماله الشخصي أو مال الحزب أو مال جهة معينة. مبايع عجول أمه وجايبة مال الوزير يصرف على العراقيين، ولك أنت تتشرف أن العراقيين يخلونك خادم في أي موقع. كلكم أنتم من كبيركم إلى صغيركم، اللي يشتغل خادم للشعب أهلا وسهلا، واللي ما يشتغل الشعب إلى قرار وياه، واللي يريد يرضى يرضى، والما يرضى رقى راسه بالحائط. كافي دم، كافي موت، كافي استهتار. شعب دمرتوه، حركتوه، بكتوه، سلكتوه. ليش؟ أما أنا الأوان أن ينبري منكم شريفا لمرة واحدة يحاسب ضميره. كافي معيب، كافي معيب. ما شبعت فلوس، ما شبعت إهانات من هذا الشعب، ما شبعت سبه، ما شبعت لعنات. والله الشعب سيحفر قبوركم.